من المفترض فيها كل الديسكريبشن زي ما قلنا قبل كده، الخاص بالاي سي والكلام ده، بالتوصيلات بتاعته، بالحاجات دي كلها. والبين ديسكريبشن احنا عرفناه، اللي هو الارقام الرجول بتاعت فيها ايه وهكذا. يعني اهو انت عندك في نوعين، نوع ب 14 رجل ونوع ب 8 رجول. احنا عندنا كام رجل عندها او 8 رجول دوت؟ رجل رقم 8 للفي سي، رجل رقم 1 للجراوند، 2 تريجر، 3 اوت، 4 ريسيت، 5 كنترول فولتج، 6 ثريشولد، 7 ديسشارج. ادي الرجول بتاعتنا، ونقدر بقى نفهم من خلال داتا شيت كل رجل دي خاصه بايه. تعالى بقى نرجع ليه اللي احنا كنا فيه. ادي الدائره بتاعتنا، هنيجي نبص كده. رجل رقم 1 الجراوند، فهاجي اروح جاي موصل جراوند هنا، ادي كوبي من الجراوند اهو، رجل رقم 1. رجل رقم 8 هو الفي سي، الراجل دوت مخلي الروزيتا دي الفي سي، فراح جاي موصل الاربعه دي بالفي سي اهي. تمام. بعد كده نبص بقى على الرسم. عندنا الرجل رقم 4 او 8 متوصلين من الفي سي، يعني المفروض اوصل 4 ب 8 هنا بس كده. تمام. بعد كده الرجل 4 و8، الرجل من الفي سي بقى مقاومه، ودي للرجل رقم 7، يعني الرجل رقم 7 اهي. تمام. هنلف بقى من هنا لي هنا. تمام كده خلصنا كده توصيل الرجل رقم 7. الرجل رقم 6 بالرجل رقم 2، ادي 6 من هنا، اتنين. بعد كده من 6 ل 2 بالطرف الثاني من المقاومه اللي هو هنا. طيب يبقى انهي الافضل يا باشمهندس بقى؟ انهي الافضل كده؟ مش كنا ناخد دول نحطهم الناحيه الثانيه؟ في الاسكيماتيك صح ولا صح ولا مش صح؟ صح يا شباب؟ ايوه صح يا باشمهندس صح. يعني الافضل عندنا اللي احنا نعمل كده، ناخد دول كده كجروب اهو، عشان ما نفضلش نرسم ويرات كتير، ونعمل موف ونقول موف از جروب، وننقلهم كلهم كده على بعضهم الناحيه الثانيه اهو. وادي الجراوند ده المفروض هيتوصل هنا. تمام. نرجع بقى تاني، دي كان ده كان الفي سي بتاعنا اهو. انا بس ليه عملنا الكلام ده؟ عشان اوريكم يعني الاي سي لما هيختلف، هيختلف الكونكشن كمان وطبيعته. تمام. من 6 ل 2 للرجل اللي في النص دي، ادي من 6 ل 2 الرجل اللي في النص اهي. تمام. وبعد كده الرجل رقم 7 ما بين المقاومتين دول، ادي الرجل رقم 7 ما بين المقاومتين دول. تمام. وده الفي سي ب 8، ادي الفي سي اهو ب 8. تمام. بعد كده سيادتك الرجل رقم 3 الاوت، الرجل رقم 5 والرجل رقم 1 بجراوند. ادي هنمسح بس الاريا دي كده من هنا، وادي سيادتك ادي الجراوند بتاعنا اهو، وهجيب ده كده. وخلي بالك بقى من حاجه برضو، حاجه مهمه جدا لازم تلاحظوها، الكباستور ده والكباستور دوت وزود بولاريتي، ملوش بولاريتي. ها يعني وانت بتختار، لو الباشمهندس اللي مختار هنا مختار ببولاريتي ما ينفعش، اللي هو ده اللي هو السي العادي جدا. تمام.
هي عند الخمسة عند الكباستور ده كده خلصنا الدايرة بتاعتنا، بس فاضل ناخد الاوتبوت. مظبوط، الاوتبوت ده يبقى انت عاوز هنا تيرمينال للفي سي، تيرمينال للجراوند، تيرمينال للاوتبوت. فبدل ما انزل روزيتا تانية ومفيش روزيتا بطرف، فاروح جاي عندي عامل ايه؟ امسح الروزيتا الاخ دوت نزلها، تمام، واجيب روزيتا بتاع الاطراف، هجيب كونكتور عندنا بتاع الاطراف. احنا ليه بنستخدم ده؟ لان دوت اللي احنا جايبينه معاكم، اللي هو موجود عندكم في الكيس يعني، تمام. ادي الكونكتور بتاعنا اهو، احنا عاوزين كام طرف؟ طرف للكابل، طرف للفي سي، طرف ل عاوز. فتيجي سيادتك اهو، اروح جاي واخد الطرف دوت الفي سي. شباب الناس مهندس عمالة، حضرتك بتسجل؟ انا بسجل اهو، الناس اللي عماله تدخل وتخرج دي ارجوكم يعني، غلط الكلام ده يعني، اصبروا شويه. وادي الطرف ده، ادي الاوت، وادي الطرف ده الجراوند، تمام. ده كده الرسمه بتاعتنا. لو جينا بصينا كده هنلاقي كل الورنينج هنا جانكشن والباور، تمام، كل ده جانكشن وباور. ادي جانكشن اهي، وادي جانكشن اهي، وادي جانكشن اهي، وادي جانكشن اهي، فاضل واحدة. ماشي، تمام. والباور دي احنا عارفينها ومتأكدين منها وانتهت القصة على كده. حد عنده مشكلة؟ باشمهندس الروزيتات هنا مش موجودة في الرسمة، أنا بقى أحطها إزاي؟ معلش. بص يا باشمهندس، الروزيتا دي هو أي في سي عندك وأي أوت لازم له أطراف تاخدها منها، صح؟ تمام. أنت هتوصل الفي سي إزاي على البورد ده؟ لازم بن كده تدخل منها من السبلاي بتاعك، من الباور سبلاي الموجود في المعمل، تحطه على البورده بتاعك، صح؟ او من البطاريه، او من البطاريه في البورده. يعني اخد زي باخد وصلة بين البطارية للبورد. بالظبط كده. اه، دي تمام. بقى هي دي هتربط، دي هتربطها فين في البورده بقى؟ فانت بتحط لها مكان عشان تربط من خلال الكونكتور دوت. تمام. انت هتجيب سلك بقى من المعمل مثلا، من السبلاي اللي في المعمل، توصله بالبورده بتاعتك. السلك دوت هتوصله للبوردة ازاي؟ هل كل شوية تلحم والكلام ده، ولا تسيب مكان فاضي كده؟ المكان دوت وقت ما تحب توصل له في سي، تروح جاي موصل السلك بتاعك وتقفل عليه. هي دي القصة كلها بالنسبة لنا. ماشي. طب انت حضرتك حطيتهم في الاماكن دي بالتحديد ازاي بقى؟ انا اخترت الاماكن دي ازاي؟ الفي سي احنا عارفينها، ماشي، دي تمام. تمام. بعد كده سيادتك الجزء الجراوند عارفينه، ماشي. والاوتبوت انت عارف بيجي من رقم كام، من ريد رقم كام بس. يعني من البي سي يعني انت والاوتبوت. عندك حاجتين هتدخلهم، انبوت وحاجه اوتبوت في الدايره دي. الانبوتس في سي وجراوند، الاوتبوت من طرف رقم 3 للاوتبوت مع الجراوند اللي موجود في الدايره، تمام. تمام. يعني انت بتبص في الدايره بتاعتك في النهايه لها شويه مدخلات ومخرجات، بتشوف كام في الرسمه اللي عندك اهي، ادي اليمنت الفي سي والجراوند واوت، ثلاث حاجات اهم انت محتاج توصلهم للدايره وتاخدهم من الدايره، تمام. تمام. ماشي يا باشا، حد عنده مشكله في الرسمه دي يا شباب؟ نبدا نخش. باشمهندس بعد اذنك عايز اعرف البنايه 6 و7 و2 توصلناهم ازاي؟ بص على الرسمة يا باشمهندس، 6 و2 متصلين ببعض، ادي 6 و2 متصلين ببعض. ثانية واحدة، احنا هو انا ما سيفتش ولا ايه؟ ما سيفت.
ستة واتنين متصلين ببعض، في مشكلة؟ وفي الرسمة متوصلين تحت المقاومة رقم اتنين وقبل المقاومة بتاعت وقبل الكباستور، ما بين الكباستور والمقاومة اتنين، تمام؟ ادي ستة واتنين متصلين ببعض ما بين الكباستور والريزيستنس. الرجل رقم سبعة ما بين التو ريزيستنس، الرجل رقم سبعة اهو ما بين التو ريزيستنس اللي هنا، فيها مشكلة؟ تمام ماشي. طيب حد عنده أي سؤال يا شباب في الكلام ده؟ بصوا أنا بشرح ليه؟ عشان ده كله هيجاوب على مشاكلكم، فمحدش يجي يقول أنا عندي مشكلة، تمام؟ كده أنا مش هجاوب على أي مشكلة تاني، لأن أنا ماسك رسم رسمة وأقول تفاصيلها، تمام؟ نيجي عند آخر رسمة اللي هي الواين بريدج، نشوف زميلنا عامل فيها إيه؟ عامل فيها برضو كارثة. هي نفس المشكلة يا باشمهندس. لا سيبك من الاوب امب، والله مش بتكلم في الاوب امب، تمام؟ ادي الاوب امب هنشيله، تمام؟ بس اعتبر نعتبر الاوب امب ده الصح. ايه الغلط اللي هنا؟ الاثنين الكباستر هم فيهم مشكلة؟ سيبك من الكباستر والكلام ده، انت قلت لك اختاروا اي حاجة. بص يا باشمهندس، عاكس عاكس ده المكان ده. ايوه البوستر يا باشمهندس كده، يعني المفروض فوق ان الاوب امب، انا بقى كده اهوت فوق ان مش ده الاوب امب بتاعنا يا شباب، مش ده الاوب امب بتاعنا، الاوب امب بتاعنا ال ام 741. السالب ده، السالب ده ثانية واحدة عشان الأخت سناء كل شوية تخرج وتطلع. يا دكتورة سناء يا باشمهندس سناء، ماشي انا باكد عليكم يا جماعة، كل واحد يكتب اسمائه في الشات. بس فهمنا يا باشمهندس ان الجزء اللي فيه الكباستور دوت هو متوصل بالبوزيتيف تيرمينال، لكن الجزء الثاني ده النيجاتيف ده متوصل بايه؟ بالمقاومتين في الباك دول. سيادتك بقى هتشيل ده وتوصل بقى الفي سي والنيجاتيف في سي والجراوند والاوت على الروزيتات، فيها مشكله؟ احنا يعتبر مفيش مشاكل يا باشمهندس، كده خلصنا الايه؟ ال كده احنا خلصنا السكيماتيك ان شاء الله 100%. هبدا انا بقى اشتغل على الجهاز بتاعي، انا هطلع بقى من جهازك يا باشمهندس اهو. تمام يا باشمهندس، هبدا اشتغل انا على. هو حضرتك هتستلم، حضرتك هتستلم التاسكات مننا ولا لا؟ طبعا هستلمها بس بعد ما تخلص كله يعني ده اول فيز. الفيز الثانيه بقى لسه هنخلصها دلوقتي اللي هو اللاي اوت، هعملها معاكم واسيبكم تعملوا بقى اللاي اوت للست رسومات كلهم برضو تانيين، تمام؟ يا باشمهندس. نعم يا فندم. بالنسبه للبرنامج مش شغال معاه اصلا، يعني اشتم ولا اعمل ايه؟ دي الكود بتاعك للتيم والباسورد دلوقتي. بعتهم لحضرتك يا باشمهندس من زمان. ابعت لي يا حبيبي دلوقتي، انا اكيد ورق. فين رقمك اخره كام؟ 165. 165 ولا 75؟ 165 ماشي. فين الكود والباسورد بتاعك؟ وانا برضه يا باشمهندس. طيب 165 دوت فين الكود والباسورد بتاعك؟ كل الباسورد بتاعك يا باشمهندس؟ ياد بتاع تيم، يا بتاع تيم، تيم فيور يا. ما
ما ده التيم يا باشمهندس. لا يا حبيبي، ده التيمز، ده التيمز اللي انت بتشتغل عليه ذكي قوي، ذكي قوي. تيم فيو ولا البرنامج اللي انا شغال عليه اللي هو ده، هبعت لك شورت. ما انا ما عملتلوش اصلا باسورد ولا اي دي يا باشمهندس. يا دي يا ذكي، انت بتنزله يا باشمهندس من السايت اللي انا بعت لكم اللينك بتاعه. ادي يا عم التيم اهو، ده اللي وصل لك دلوقتي. شايف مكتوب تيم فيور، ده برنامج اسمه تيم، ده خاص بي ان انا اقدر اكونكت على الديفايس بتاعك واشتغل عليه. طب الاخ التاني اللي عنده المشكله، عندك تيم ولا ما عندكش تيم؟ عندك تيم؟ انا بعت لحضرتك الكود والباسورد. طب ابعت لي بس اي انت رقمك اخره كام؟ 96. 96 ماشي، اخش عندك دلوقتي بنشوف. Unable to connect. Unable to connect يا باشمهندس، مش هقدر اخش عندك. طب ليه يا باشمهندس؟ ايه المشكلة عندك؟ ايه المشكلة اللي عندك؟ معرفش. انت مشغل اساسا تيم دلوقتي ولا لا؟ لا ثواني. طيب لما تشغله هيديك يوزر نيم وباسورد، ابعته لي. هو الاي دي يعني هو هيكون هو، لكن الباسورد اكيد ممكن يكون اتغير. هبعته دلوقتي يا باشمهندس. ماشي يا حبيبي. الاي دي هو صح؟ يا باشمهندس. تربي تتي ثانية واحدة شباب، معلش. دلوقتي يا شباب احنا خلصنا كده سكيماتيك، متأكدين احنا عاملين سكيماتيك سليم 100% ان شاء الله. والخطوة اللي بعد كده ان احنا نحول السكيماتيك دوت الى لي اوت. اول ما تعمل لي اوت ده يعتبر انت كده انجزت الدنيا كلها يعني، يبقى انت كده قدرت تعمل بي سي بي. الخطوه اللي بعد اللي اوت دوت، بعد ما تعمل اللي اوت بشكل سليم، اللي انت تصنع البورد اللي بقى دي في البيت، ده واي. الواي الثاني لو انت بتتكلم على مشروع كبير بقى زي مشروع التخرج والكلام ده،
ولو احنا انت عندك دايره كبيره تاخد اللي اوت ده وتطلع على اي مكان زي مصنع بنها الالكترونيات كده. كنت زمان واحنا في المشروع بتاعنا عملنا كده، رسمنا اللي اوت وديناها له وقلنا له لو سمحت عاوزين نطبع الكلام ده عندكم، يعني بيطبعوه عادي ما فيش مشكله يعني، بس انت اللي عامل اللي اوت بشكل سليم. لو مشاريع صغيره زي اللي احنا بنعملها مثلا في المواد بتاعتنا المايكرو الكترونكس 1 او 2 او بروجكت 1 الكلام ده، دي بتعملها في البيت احسن. ودي عندك طريقتين هنتعلمهم يعني، طريقه موجوده عندها عندك الادوات بتاعتك فيها اللي هي الفوتو ريزيست بورد، والطريقه الثانيه هي عن طريق المكوه في البيت برضو يعني. فالطريقتين دول سهلين جدا وتقدر تعملهم ومعاك ادوات واحده منهم، وتقدر تجيب الثانيه مفيش مشكله فيها خالص يعني، وتعملها بمنتهى البساطه. تعال اول بقى نتعلم ازاي نعمل لي اوت سليم. عشان نبدا في اللي اوت هنيجي هنا عند ادي زوم، نعمل شير للسكرين احنا واقفين هنا صح؟ عندنا عملنا باور سبلاي، والباور سبلاي دوت قال لنا نو ايرور نو وورنينج، ومتاكدين ان هو سليم ان شاء الله والكلام ده. عاوزين نحوله بقى الى بورد لاي اوت. هاجي بقى ركزوا معايا بقى كده، هاجي هنا عند فوق كده في التوبر اللي فوق ده دوت، في اوبن، في سيف، في برنت، في كام بروسيسور، في جنريت باك سلاش سويتش تو بورد. هاجي ادوس عليها دي، هدوس على جنريت باك سلاش سويتش تو بورد، هيديني رساله ما حدش يشتغل معايا خالص. ها ركزوا بس، هيديني رساله بيقول لك هل انت عاوز تكريت السكيماتيك، يعني كريت البي سي بي دوت او البورد ده من السكيماتيك اللي احنا واقفين عنده. هقول له يس. تمام جدا. هيديني شاشه ثانيه، الشاشه الثانيه دي ممكن تكون بيضه بالنسبه لكم او ممكن تكون سوداء او الكلام ده. ممكن نغير الالوان دي من هنا يوزر انترفيس بالنسبه لللي اوت وبالنسبه للسكيماتيك وكل حاجه. انا مثلا الباك جراوند بتاعي بتاع اللي اوت عاوزه فهدوس على وايت بقى هو ابيض اهو. طب انا عاوز ارجعه تاني لبلاك، فيجي عند يوزر انترفيس ادي اللي اوت انا واقف عنده بلاك. احنا وظيفتنا ايه بقى؟ دي البورده الكبيره بتاعتك اهي، دي بورده كبيره بالنسبه لنا كده. من المفترض احنا عاوزين نرص الكومبوننت دي هنا. اول خطوه عندك ادي الروزيتا اللي هي ثلاث اطراف دي، ده الانبوتس بتاعك. هاجي اعمل موف، ادي موف اهو من هنا. باشمهندس توقف على نفس الصفحه ولا صفحه جديده ولا انا ما شفتش؟ باشمهندس الصفحه القديمه هي اللي ما فيش حاجه باينه. بس لا مؤاخذه انا نسيت اعمل شير ليها. ماشي لا مؤاخذه كده. شايفين الصفحه دي؟ تمام كده. تمام شايفينها. تمام دي صفحه سوداء. هي عند زي ما قلت لكم قبل كده الاوبشن يوزر انترفيس، عاوز تخليها ابيض او تخليها ملونه او تخلي الكيرسور بتاعك كبير زي ما انت عاوز يعني. انا بحب السمول والبلاك دوت يعني، بحب يكون الباك جراوند بتاعتي كده. هاجي اول حاجه هعمل موف للروزيتا دي، هاجي ادوس عليها واروح هنا. هو لو انا جيت هنا بقى دوست كليك كده، ده يا باشمهندس الاماكن المربعه دي الاماكن اللي دخل فيها السلك بتاع اللي جاي من بره. فالافضل يكون فين؟ يكون على طرف البورد ده، ما ينفعش اخليه مثلا كده. يبقى هنا ادي طرف البورد ده، هاجي في اللحظه دي هدخل سلك والف وادخله من جوه البورد، لا اخلي دي عند الطرف الافضل. تمام كده، يبقى اخلي المربعات دي عند اطراف افضل. تمام. بعد الروزيتا دي اللي هيتوصل بيها ترانسفورمر، بعديها اوصل مين؟ الريكتفاير. جيت ادي الريكتفاير اهو. بعد الريكتفاير كان عندنا فلتر، ادي الفلتر، ادي كباستور. معلش يا باشمهندس ممكن تعمل حاجه ثانيه عشان انا كملت فصل. عيد انهي جزء؟ الو ليه؟ مهندس انا. ايوه يا باشا، ايوه معاك. بس التحويله بس من سيستماتيك للبي سي بي. بص يا باشا انا كنت هنا الاول،
ده السكيماتيك. اول خطوه انا عاوز اروح اعمل بي سي بي، فهاجي عند البتاع دوت كده، دي اهي اقف عند، هيقول لك ما ظهرش يا باشمهندس، ما ظهرش. طيب ده واضح. حاضر شير. اه يا باشمهندس انا واقف هنا، هاجي فوق كده عند حاجه، هاجي اقف هنا فوق كده عند حاجه اسمها جنريت سويتش تو بورد، هتيجي تقف عندها وتدوس كليك، هيقول لك هل انت عاوز تكريت ات من البورد دي، فهقول له يس. طبعا مش هيجيب لي الرساله دي عشان احنا عملناها قبل كده، الكومبوننت دي كلها هتكون موجوده هنا، فهبدا اجي ادوس على موف وامشي اشيل كل واحده احطها هنا، كل واحده احطها هنا. انا شلت الروزيت حطيتها هنا وخليت المربعات دي والشاهد الطرف، لان ده اللي هيخش منها السلوك، وبعد كده ريكتفاير، وبعدها الكباستور. بعد كده احنا لسه على الصفحه القديمه يا باشمهندس. يا الله لو وصلت ادي رحت اهو. لازم تعمل الشير. بعديها هحط الريجليتورز اهو، ادوس عليها كليك واجي هنا عند الريجليتور. بعد كده مثلا الكباستور، ادي الكباستور ده اهو. بعد كده الكباستور ده، وادي الكباستور ده اهو، تمام. بعد كده الروزيتا دي، الروزيتا قلنا نخلي المربعات دي ناحيه الاطراف، ادي المربع اهو ناحيه الاطراف اهو. ولازم بالترتيب يا باشمهندس زي الاول؟ لا مش لازم، لا خالص، يعني انت ومزاجك، يعني دي بوردتك انت حر فيها، بس كل ترتيبه من دي بتاثر عندك في اللي اوت زي ما هنشوف كمان شويه. نبدا كده، ده كل اماكن فاضيه من البورده، هل احنا عاوزينه ولا مش عاوزينه؟ مش عاوزينه صح. ابدا اصغر بقى الاطار الخارجي بتاع البورد دوت، هاجي هنا امشي كده ارجع دي اهي، واجي دي اجيبها كده، واجي هنا انزلها كده. كده انا ايه، صغرت حجم البورده عندي على قد ما اقدر، تمام. ايه اجي ابص بقى، نركز بس في حاجه مهمه جدا كده، انت هنا ممكن تروتيت دي عشان تقلل الخطوط الصفراء اللي بتعمل كروسات دي مع بعضها، ممكن الروتيت دي، تمام. تمام. تيجي بقى بص يا باشمهندس هنا، انا ممكن اجيب ده هنا، الكباستور ده هنا، والكباستور ده الناحيه دي، واصغر كمان حجم البورده شويه اهو. لما نعمل الحجم بعد الراوتينج ولا حاجه برضه مهمه جدا، خلي بالكم برضه اعلمها لكم، يعني شايف الستيب سايز بتاع الخط ده، يعني الحركه بتاعته من هنا لهنا، لو انا عاوز بقى ايه اخش سيكه، بص يعني هو مش بيديني السيكه دي، اعمل ايه؟ انتوا فاهمين انا بقول ايه ولا مش فاهمين؟ الازاحه دي انا عاوز اقللها، عاوز اقلل الازاحه دي، لان الازاحه الواحده كبيره، الستيب سايز بتاعته كبيره. فدي دي بتعملها منين بقى؟ تيجي في عندك حاجه اسمها الجريد هنا، تمام، جريد اهو. في الجريد دوت كده هنشتغل بالمليمتر، طبعا هنشيل ده ونخليه بالمليمتر. هنا السايز 1.27 والالت بتاعه 0.6، قلل دوت خليه 0.635، وده دايما نصه، يعني رقم الالت ده نص السايز على طول، 0.3635 لما تيجي تقسمها يبقى 1، هيبقى هنا 2 25 على 2 فيها 7 اعتقد كده 0.375، نعملها على الكالكوليتر بس نتاكد، معلش الرقم بتاعنا 0.635 على 2 يعني 0.3175 سبعة خمسة كده، مظبوط، تمام جدا. وهدوس اوكي. تعالى بقى امشي هنا بالستيب سايز دي كده، شوف بقى انا الجديد ايه، شايف؟ شايفين يا شباب؟ اهي مشيت السيكه بتاعتي اهي،
تمام؟ ده بيخلي الراوتنج بتاعي في مسافات قليلة. ركزوا بقى في حاجة هنا في الحتة دي، شايفين السلوك الصفرة كتير دي؟ شايفينها؟ في اشتباكات كتيرة جدا جدا في الخطوط الصفرة دي. هاجي في امر كده هنا حاجة اسمها ريت نست، ريت نست تمام؟ او انا واقف عندها ايه شايفينها؟ ادي السهم بتاعي اهو، هاجي اقف هنا عند الجزء بتاع ريت نست دوت، ده كده اسمه ريت نست. ماشي كلكم تركزوا في الحتة الصفرة دي قبل ما ادوس، وعاد حد ثلاثة وبعد كده دوس. ماشي 1 2 3 انا هدوس دلوقتي اهو. ايه اللي حصل؟ الاشتباكات دي قلت تماما صح؟ ايوه مظبوط كده. الاشتباكات دي قلت خالص يعني. ممكن تقلل كمان دي لو انت عملت روتيت هنا يبقى الاشتباك ده قل، ولو انت عملت روتيت هنا يبقى الاشتباك ده قل. تمام؟ فيها مشكلة؟ تاني معلش يا باشمهندس. تاني من لو تاك ركز يا ابني. ادي كنترول زد اهو. اهو. شايف الاشتباكات دي؟ هيا دوس على ريتس نست بقى، ركز في الاشتباكات دي. ادوس كده خلاص اتمنعت. هيا اعمل زد دوت قللتها اهو. تمام؟ هندوس سيف بس علشان ما ايه اللي هيفصل دقيقتين وهيفصل. الناس فاهمه معانا كده؟ دي كده البورده بتاعتنا. عاوزين بقى السلوك دي اسمها واير، خلي بالك مش التراكات النحاس اللي احنا كنا بنتكلم فيها. عاوزين نعمل بقى التراكات النحاس دي. عندك حاجتين، يا اما تعمل الكلام ده مانوال، تمسك كده خط خط وتعمله بنفسك، يا اما اعمل الكلام ده اوتوماتيك. ركزوا ان الناس كلها تكون كتبت الغياب بتاعها في السيشن دي، تمام؟ احنا قدامنا دقيقه وهيفصل. طيب هنعمل ازاي مانوال؟ همسك كل سلك اصفر من ده، بدل ما هو اصفر اخليه نحاس. بس ازاي؟ ده اللي هنقوله بعد انتهاء الدقيقه ديت. انا هعمل ستوب للشير. Yeah.